ربط الراس واديزولا المره دي يلف العرضيه خطوره استلام كريم على حدود منطقه الجزاء لكن ابعد من ميسي توصل مره ثانيه لسمير ادي الكره البينيه والخطوره جول الخطوره جول 1-0 ده المدفعجي خالد سطوحي المره دي اللي يلاقي هديه جوه منطقه الجزاء وجول خالد سطوحي يستغل الدربكه الدفاعيه ويسجل المره دي على يمين الهاني سليمان عشان تكون المقدمه حمراء وبقدم المدفعجي خالد سطوحي الكابتن والقائد لطلائع الجيش اول طلعه من قائد الفريق يسجل فيها الهدف الاول 1-0 خالد سطوحي لكن احمد سمير وزولا بقول لحضراتكم فاتحين جبهه من نار ناحيه اليمين تتلف العرضيه على حدود منطقه الجزاء بعد من ميسي لكن يا سلام على الروقان والاستلام يلعبها سمير المره دي استلم من خالد سطوحي بقى الخالي من الرقابه استلام وتسديد وتسجيل على يمين الحارس الهاني سليمان عشان طلائع الجيش يسجل اول اهداف اللقاء 1-0 في الدقيقه 18